مساء السعادة والرشاقة على حبايبنا الحلوين اللي مستنيننا ومستنيين ديسكافيه من الأسبوع اللي فات. تقدروا دلوقتي تطلبوا منتج ديسكافيه من الأرقام اللي موجودة على الشاشة وتستمتعوا بالعرض المميز لديسكافيه. العرض عبارة عن علبتين ديسكافيه يكفوكي شهر واحد وتقدري تخسي بيهم من 8 ل 12 كيلو. فاصل وهنرجع مع ضيف مميز يزودنا بالمعلومات المفيدة. رجعنا ليكم تاني ومعانا دكتورة مميزة هتجاوبنا على أسئلتكم اللي بتيجي على صفحتنا. معانا الأستاذة الدكتورة إيمان المراكبي، أستاذ طب المخ والأعصاب والطب النفسي بجامعة عين شمس. ازيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا يا حبيبتي، أهلا ازيك؟ بيك ازيك يا جميلة، عاملة ايه؟ الحمد دكتور. كنت لله. عايزة حضرتك تكلميني على تأثير السمنة والحالة النفسية وأنا والاكتئاب، ايه العلاقة تمام. بقى بينهم؟ طبعا، هو اول حاجه لما الواحد بيحس ان هو اتملى كده وتخن وربرب زي ما بيقولوا، بالظبط. اول حاجه طبعا بيبتدي يبص لنفسه ويبص لصوره القديمه، ايه ده انا كنت وزني 50 كيلو، ده انا كنت وزني 60 كيلو، دلوقتي بقيت 80، دلوقتي بقيت 90، دلوقتي بقيت 100. بتبقى طبعا صدمه جامده. أكيد. يبتدي اول حاجه الانكار، يبتدي الحاله النفسيه بتبقى ايه اول حاجه؟ لا بنكر، لا لا لا، ده مش انا اللي مش تخنت، أنا، مش انا، ده الكاميرا متخنة. ده الكاميرا متخناني زي ما انا هقول النهارده كده. الكاميرا متخناني، ده ممكن يكون شويه ادويه خدتها هي اللي تخنتني، ممكن مش عارف ايه. ابتدي ادي اعذار لنفسي، يبتدي يحصل اكتئاب، ابتدي اكل اكتر. يعني اول رده فعل تلاقي نفسك بتاكلي اكتر. جسمي بيعند بعد ما نفس. يعني المخ بيعند، يعني تمام. تحس ان انت لا لا انا مفيش حاجه. والزعل عند بعض الناس يقلب باكل زياده، وبالذات فعلا بالليل فعلا يفتح التلاجه بالليل يقش كل اي اللي حاجة في فيها. الثلاجة. بالظبط. فطبعا ده رده فعل، يعني زي ما نقول ايه، بلا تفكير وبلا تريث يعني للمشكله اللي حاصله. لكن الصح طبعا ان انا اقف مع نفسي واقفه، والله ايه اللي حصل؟ انا بقيت اكل مثلا سكريات كتير، بقيت اكل دهون، بقيت اكل كربوهيدرات اللي هي الكربوهيدرات يعني كتيره. فطبعا ابتدي اوقف السكريات واوقف الكلام ده كله، ابتدي اشوف لو في وسيله امنه اخدها علشان اخس بيها من غير ما اعرض نفسي مثلا لجراحات او عمليات او حاجات ممكن تاذي يعني أكيد طبعا. الجسم. فبالتالي المفروض ان انا اقف واقفه مع نفسي، لا فعلا انا تخنت، اتوزن كل يقول كل يومين مثلا، كل ثلاثة الاقي نفسي ده وزني لا بيعلى، لا يبقى انا كده مش في حالة حرق. الحرق يبقى معناها ان انا بنزل. اعرف ازاي ان انا بنزل؟ لازم يبقى في نقصان طبعا في الوزن. الدلائل بقى بتاعته ان لازم يبقى في ليونة، يعني الممسك ده ما يعرفش يخس على فكرة، تمام. يعني لازم يبقى في حالة ليونة دايما، لان لو دي في علامات امساك الوزن بينزل. طول ما انت بتحرقي يبقى لازم في ليونة، مش اسهال لكن يعني البراز بيبقى لين، مش بيبقى يعني مش ممسكه. طول تمام. ما انت ممسكه اعرفي ان انت مش هتخسي ابدا، فلازم نبقى في حاله ليونه. في اليوم بيتعمل كذا مره بحيث ان انا بينزل الدهون كلها بتنزل في البراز وكده، يبقى انا معناها ان انا فعلا بخس. تاني حاجه، مفيش حاجه اسمها ان انا اخس من غير ما امارس رياضه. طب هل الرياضه انا كل الناس لازم تروح جيم؟ اللي يقدر يروح جيم اهلا وسهلا، اللي ما يقدرش يروح جيم على الاقل ينزل يتمشى ساعه، او يطلع سلم لو عنده سلم في الشقة في البيت، يعني يعمل خد الاسانسير اي يعني. نشاط. بالظبط، يعني بالظبط زي ما حضرتك قلتي، ما نقعدش نطلع الاسانسير. يعني انا عندي مثلا، انا ساكنه مثلا في الدور الاول، في سلالم، سلالم وبسطه وسلالم، والله حلو قوي لما تطلعي وتنزلي الموضوع ده مرتين ثلاثه اربعه في اليوم، تعتبر رياضة. تعتبر نوع من الرياضه. يعني حتى لو رحت الجيم اديني طلعت السلم ونزلت، ما استخدمش اسانسير خالص. فبرضه لو الناس عملت تمام. كده، اللي ساكن في الدور الرابع، اللي ساكن في الدور الثالث، اللي بيشتغل في مستشفى يطلع السلم. يعني احنا كان في احد المستشفيات كنا بنشتغل فيها كنا فعلا عاملين تحدي ما نطلعش ابدا في الاسانسير. طلع السلم. نقول منها نسيبه للمرضى اللي هم محتاجين فعلا الاسانسير، يعني اللي عاوز يعمل عمليه واللي رايح يكشف و و و واحنا نطلع على السلم. طلوع السلم ونزوله ده لوحده بتحرقي، يعني اكيد بتحرقي، لان انت كل خطوه بتمشيها انت بتحرقي. ايوه. يعني حتى لو مشيتي بس كده ماشي حتى بطيء برضه هتحرقي. وطبعا ده بيساعد الحاله النفسيه تبقى احسن. طبعا، لان ساعه الرياضه بيطلع اندورفينز وانكافلنز، دي مواد معينه بتطلع في المخ والسيروتونين بيزيد، الحاجات دي كلها اللي هي بتديكي احساس حلو. يعني ايه؟ ان انا حلوه، انا كويس، انا مبسوطه. يعني الرياضه بترفع المواد اللي بتخليكي تحسي ان انت مبسوطه ومرتاحه نفسيا. وهل السمنة في مواد معينة بترفعها في الجسم بتخلي الواحد عنده اكتئاب؟ طبعا بترفع السموم كلها، انت عندك اول حاجه الدهون دي كلها سموم،
يعني تمام يعني حتى في السيدات نقول لهم سرطان الثدي مرتبط بوجود نسبة دهون عالية في جسمك، تمام دهون مش كوليسترول، كوليسترول حاجة والدهون حاجة. طيب يعني مثلا نقول الحتة مثلا ايه، البطن، الأرداف، الكلام ده هو كله فيه دهون، اعرفي ان الدهون دي بتأثر على، قد تسبب سرطانات. يعني الناس اللي عندها استعداد تمام للسرطان ممكن يكون الدهون. ليه؟ لأن الاستروجين ده هرمون موجود في الخلايا طب الدهنية. دكتور، عايز اعرف منك حاجه سريعه. القهوه الخضراء تمام. عايزه يعني رايك فيها بسرعه. طبعا هي ممتازة الحقيقة، القهوة الخضراء ممتازة. ويعني أول حاجة إن هي حاجة طبيعية، ما هياش تنصحي بيها؟ أنصح بيها طبعا تمام طبعا، لأنها بتزود الحرق أول حاجة. لأن في ناس كتير قوي، سيدات كتير قوي عندهم مشاكل في الحرق. أول حاجة بعد انقطاع الطمس، تمام بعد انقطاع الطمس بتلاقي السيدة الحرق بتاعها بيبقى ضعيف جدا. يعني بمعنى اللقمة اللي تاكلها ممكن ما تعرفش تحرقها، تتخزن تتحول لدهون وما تعرفش تحرقها نهائي، إلا لازم حاجة تزود الحرق. فأحد الحاجات طبعا الجرين كوفي دي بتحرق وبتساعد على الحرق. طب مين تاني؟ الناس اللي عندها مشاكل في الغدة الدرقية، اللي عندهم مشاكل في الغدة الدرقية، الكسل في الغدة الدرقية، دول برضو محتاجين حاجة تزق الإيه؟ تعالي الحرق. الحرق. الناس اللي عندها نقص فيتامين د نفس الكلام. يبقى هنعالج الحاجة الأساسية اللي هي نقص هرمون الغدة الدرقية أو نقص فيتامين د، أو السيدة اللي هي عندها انقطاع الطمس بنعوضه بهرمونات بنسبة يعني معقولة بحيث ما يعملهاش أي سرطانات أو حاجة. وعليها إن احنا ندي زي الجرين كوفي دي، هتساعدني قوي في الحرق. تمام، يعني دكتورة إيمان بتشجع ويعني تنصح الناس إن هم حقيقي. ياخدوا القهوة الخضراء ويجربوها. طبعا، لانها حاجه امنه ما فيش منها خوف. يعني مش بندي حاجه فيها هرمون او بندي حاجه، انا بخاف قوي من الهرمونات. يعني لما تيجي تمام تقولي لي خدي هرمون مثلا عشان يعني يساعدك في حاجه ايا كانت الحاجه، لا انا خاف. لكن دي سيف ما فيش لكن فيها دي أي سيف. حاجة. دي ناتشرال، دي حاجات ناتشرال، فالحاجه الطبيعيه ما خافش منها. انا خاف من الحاجه اللي هي الصناعي، اللي عليها مواد صناعيه، مواد حافظه، تمام داخلها اي حاجه كيميكال يعني. لكن دي لا، مش داخلها اي حاجه كيميكال خالص، كل المحتويات أنا بتاعتها استمتعت جدا بالحوار مع فايبرز حضرتك وحاجات بجد، ناتشرال جرين كوفي وكده. معلومات مفيدة جدا جدا. ربنا يخليك يا رب. وبكده حلقتنا النهاردة انتهت، لكن معلوماتنا لسه مستمرة. لطلب المنتج الأرقام موجودة على الشاشة، وما ننساش إن في عرض مميز جدا جدا لمنتج ديسكافيه، يا ريت تطلبوه وتجربوه. وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله في حلقات تانية مع بعض. طبعا دكتورة بشكر حضرتك جدا جدا ان بجد، شاء الله نيجي تاني في حلقات كتير، عشان هتنورينا عندنا تنورينا حاجات بجد، بقى في المخ والاعصاب، يعني عايزين نستفيد تاثير كلنا، السمنه على المخ والاعصاب. احنا قلنا المره دي على موضوع مثير النفسيه، جدا يعني المره الجايه المخ والاعصاب بما فيها بإذن الله. المخ والاعصاب والنخاع الشوكي والاعصاب الطرفيه وجذور الاعصاب والانزلاقات الغضروفيه، لا دي حاجات حاجات كتيره. بقى كتير، ده موضوع كبير قوي بقى. احنا عايزين ناخد دكتورة بقى. هنشوقكم للمره الجايه إن ان شاء شاء الله الله. بإذن الله. شكرا جدا لك يا باذن الله. دكتور، العفو حبيبتي، وإن شاء الله أمسككم في حلقات تانية. أشوفكم شكرا على جزيلا. خير. ميرسي، صباح